قبل حوالي 15 قرناً من الزمان، عاشت الجزيرة العربية فترة من أشد فترات تاريخها إظلاماً، عم فيها الجهل بين الناس واستعبد بعضهم بعضاً. لم يكن هناك قانون أو نظام عادل يجمع العرب ويوحدهم، فمزقتهم الفتن ونوازع الأحقاد، وكانت الخرافات تسيطر على عقولهم، فتعددت آلهتهم ودياناتهم، واضطربت موازين حياتهم، فلم يكن لهم شأن يذكر بين دول ذلك الزمان. من وسط هذا الظلام، ظلام العقول والقلوب، انبعث الفجر العظيم، فجر الإسلام، فعمت أنواره كل الجزيرة العربية، ثم أطل على العالم بأسره، كلمة مضيئة وفعلا صادقا يجسد كل فضائل الإنسان. وفي مكة المكرمة، في بيت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وقبل 16 قرناً من الزمان، بدأت قصة الفجر العظيم.